ولا يوسف يشوف مين اللي عمال يرن الجرس كده. مش عارف انا في حد يرن الجرس كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت تاني؟ هو انت؟ انا خير. جاي ليه تاني؟ جدك يا سيدي جات له هديه تانية. تاني؟ هو في ايه؟ هو مفيش في البيت ده غيره ولا ايه؟ معرفش انا بقى. الهديه جايه من تيزا. تيزا تاني؟ طب مفيش حاجه باسم يوسف عندك؟ لا والله الاسم ده مش موجود عندي الا جده. يا خساره. امضي هنا انك هتستلم. هات امسك. اتفضل الصندوق. ها يا ترى فيها ايه دي؟ خد هنا. رايح فين؟ رايح فين ايه؟ همشي. مش مضيت لك وخدت الورقه؟ ايوه. فين التيبس؟ كمان تيبس؟ مش كفايه مش جايب لي هديه؟ هي تيزا ما تجيبلكش هديه ولا اللي اشيلها يا عم. راضيني يا عم، خلينا نتكل على الله. حاضر امسك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اما اروح ادي الهديه دي لجده؟ خد يا جده، في هديه جالك من تيزا تاني. طب ورا هام. امسك اهي. ها الصلاه على النبي، دي شكلها تقيله. يا ترى هيكون فيها ايه دي؟ هو فرحان قوي كده ليه؟ تعالى لي، وكمان جايب خزنته. ربنا يستر، وما بيجروش غير مسدسات ولا ايه؟ الله اكبر، ده الاصل. ربنا يهدي الليله دي على خير. ملهاش لازمه دي. يا يوسف واقف كده ليه؟ المندوب اللي جاب الهديه جده كان عايز مراضيه فرديته. كلك نظر يعني. يعني انت عايز فلوس يعني؟ طب اسمع بقى، خد بعضك واتكل على الله عشان ما ادكش طريقتين اريحك. لا انا ماليش دعوه جده، انا عايز الخمسه جنيه بتاعتي. مش قلت لك امشي؟ لازم يعصبني.